حقيقة فعليا ما في عندنا بالمحرر قضاء ممكن نقول إنه المدني يعتمد عليه. في عندنا أكثر من قضاء، قضاءات هي تابعة لفصائل عسكرية، وهذا الشيء طبعا بنعكس سلبا يعني على تحقيق أبسط أمور العدل. فبتوقع إنه مشكلة القضاء ما بتنحل حصرا إلا بتوحد، يكون في قضاء مشترك بيجمع الفصائل العسكرية مع المدنيين، بيجمع أي مشكلة ممكن تواجه أي مدني مع أي عسكري، يحقق العدل للمدني كان أو للعسكري. فبتوقع الحل الوحيد هو توحيد القضاء. إذا نحكي على قضاء نزيه، فحاليا عندنا بمناطق المحررة لا يوجد قضاء نزيه أبدا. لازم نختار ناس شرعيين بيعرفوا بقواعد الإسلام، قواعد القضاء، قواعد الأحكام، يكون دارسين. يعني ممكن شخص يعني بياع بندوره للاسف، او بياع خضرجي للاسف التحى وبيرجع كرسي قضاء، او كان بزماناته قصاب، او يعني كان بمهنه ثانيه بالاسف بنلاقيه متصدر في القضاء. هي مشكله، هي يعني القانونيين عم بتهمشوا اهل العلم، عم بتهمشوا يعني يرجع بس ينحط اهل العلم محلهم واهل الدراسه والقضاء والمستشارين يجوا يقعدوا حسب النظام يلي بده يتقرر. يعني لازم اول شغله نحن عم نحل اكبر مشكله هي انه نحن عائنا نظام بدنا نمشي. يعني الشعب هون محتار، نهار نهار حكم اسلامي قصب السيوف شغال، نهار بتلاقي حكم بصراحه علماني بحت، يعني حكم قانون. خلاص نحن خلينا نرسي بس على بر وكل المشاكل بتنحل. هذاك الوقت بنعرف حالنا على اينا طريق بدنا نمشي. بصراحة القضاء لحد الآن ما أدى دوره بشكل كامل، وفي قصور بشتى المجالات بسبب تخلي وهجرة أصحاب الاختصاص. دور القضاء بالفترة الحالية أكيد هو لا مشرع ولا يسن قوانين جديدة، لكن دوره في الفترة الحالية بيقتصر على تطبيق بعض الأحكام، لأني لسه تمكين بالبلد ما في لأي جهة، ومعظم الجهات القضائية في بعض منها تابع لجهات عسكرية، فهالشيء عم يؤدي لقصور في القضاء، في دور القضاء. القضاء طبعا في محاولات لإنشاء جهاز قضائي في مدينة حلب وحتى ريف حلب، محافظة حلب بشكل عام. طبعا الخطأ الأكبر أنه لا زالت هناك أكثر من جهة قضائية في المدينة، كل فصيل أو فصائل كبرى لها أجهزة قضاء، وهذا خطأ طبعا. يجب أن يكون جهاز قضائي واحد كامل محافظة حلب، وأن تكون هناك طبعا الخبرات والناس أصحاب الكفاءة وحتى الشهادات، حملة الشهادات، وممكن الاستعانة بالشرعيين طبعا لإنشاء هكذا جسم قضائي موحد لكامل محافظة حلب.